السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج رجب محمد علي أبو الشعر القواسمي، وهذا الجزء هو الجزء الرابع من هذه المقابلة. حاجي، بدي أسألك عن إذا كان في عندكم فرن أو مخبز في القرية. والله إحنا كنا نستعمل الطوابين. نعم، كل دار فيها طابون، أما مخابز ما فيه. شو الطابون يا حاجي؟ الطابون عبارة عن قحف هيك طيني عند من طيني، يعني بيسوون النسوان وإله غطاء، شايف علي؟ وهذول بيجيبن النسوان يعني الزبل الله يسميه الناسف والإشي، وبحطوه عليه وبولعوا عليه في النار، بصير إيش؟ لما يهجم، لما يأكل هذا النار اللي حوالي الزبل اللي حواليه، يكون في جوا هذا الفرن في جوا رضف يخبزوا عليه النسوان. الرضف يعني قصدك الحصى؟ الحصى. يحطوه فيه، بيفردوه فيه في شو اسمه، وبتجيب الوحده تعمل هيك وتحطه في وسط الرفين ثلاثه، بوقف الرفين ثلاثه، ولما يطلع بحطن كمان بدل. طيب النار عم تكون من برا مش من جوا؟ اه من برا. يعني الخبز بيستوي على الحم؟ على الحم مش على النار؟ لا على الحم. طيب والزبل، شو المقصود في الزبل يا حجي؟ الزبل الزبل الدواب الله يسميه، يعني البقر والغنم والجمال والاشي، بروح يجيبوه هذا ويحطوه على في مكان لما ينشف يعني، وهذول بيسووه وقصل، قصل من قصل القمح والشعير والكذا. نعم، هذا بيخلطوه مع بعض وبيزبلوه للطابون، اسمه زبل. عم كل بيت كان فيه طابون ولا كل يعني؟ كل دار فيها طابون. ابدا. اي نعم. ودائما شغال ودائما جاهز؟ لا، هذا له وقت يعني، زي ما تقول المغربيات بزبل انه يعني بحطن عليه شو اسمه، بولع انه وبسحب حالهن وبروحين ينامن. الفجر بكون العجين اللي عجناته خامر، بروحن بكون هذاك هاجم يعني، فش الا نار حواليه وكل هيدو، بيجن بخبزن اللي وبسحبن وبروحن بس. طيب يعني هالخبز حجي؟ طيب، خبز الطابون ما في بعده يعلى عليه خبز بالمره، يعني احسن من خبز الفرن اليوم هذا اللي بناكله. طيب حجي، القمح اللي كنتوا تستخدموه من انتاج البلد ولا؟ انتاج البلد. من انتاج البلد. اه، من ارضنا يعني، الارض اللي بنطلع فيها نحط، كل واحد يجيب يعني قديش بكفيه في السنه قمح، والباقي يتصرف فيه مثلا. اما اللي الاكل اللي هو القمحات اللي يطلعهن من البيدر، يحط قديش احنا بنستخدم مثلا، ثلث اكياس، اربع اكياس، 50 كيلو، 200 كيلو، اما قديش بنستعمل نحطه، ويصير النسوان يغرب لن منه ويطحن على البابور ويعزن الخبز. طيب عمي، كنتوا تخلطوا طحين القمح مع طحين الذره؟ مع طحين الذره نخلطه. شو السبب؟ السبب لانه القمح زي ما تقول نقول عنه خفيف، ياكل منه الواحد 4-5 طرق، في اضرب الثقل شويه بصير يعني ايش، الواحد ما ياكلش اكثر يعني. اي خفيف يعني، زي ما تقول يخففوا استهلاك القمح لمساعدة الضر. نعم. آه. طيب، حج الذرة لحالها كنت تخبزوها؟ ومرت علينا أيام عجلنا الذرة لحالها وخبزنا. خبزنا. طيب حجي، كان في عندكم بياعين أقمشة؟ كان يجي واحد من التينة، تذكر شو اسمه؟ على بهيم الله يسمها، حدار نقول عنه حدار. نعم. ويجي مع قماش، يجي مع كذا، ويهلي عايزه مثلا شيء، مش يعني ما نجيبش من هذا، يروحن على الفلوجي، يروح له يعني كل خميس يعني في سوق الفلوجي يروحن عليه، او يروح على زي ما تقول على الخليل من السنه للسنه، تمنوا يعني يطيح البيدر، تنو يروح الواحد يا يكسي حاله، يا يكسي كان بده ملحفه للحاف او وجه فرشه، هذا اللي يجيبه بس، ايش غير. طيب هذا بيع الاقمشه اللي ملتينا، تتذكر شو اسمه؟ والله انا ماني متذكره، لانه هذا بقى حد دار يجي في الجمعه، يعني كل شهر كل 15 يوم كل جمعتين يجي مشوار يفر على البلد، وبقيت انا في وقتها ولد يعني مش معتني في هذا. طيب تتذكر شو انواع الاقمشه عمي اللي كانت الناس مهتمه فيها او تشتريها او مشهوره بذاك الوقت؟ فش والله غير البفت الابيض، لانه غالب ان الاختياريه والزبان والكذا لابسين ثياب بيض. نعم، فهمت علي؟ وكبر
من الكبور هو من يجيبوهن يفصلوهن يعني قماش كبورة يعني بخطوا هيك عليه خطوط مبينات خطوط ويفصلوهن كبر نقول عنه كبر ونلبسه هيك وإله من هنا أزرار ونلبس الإكشاط عليه وعادي. طيب كان عندكم خياطين أو خياطات حجي؟ كان خياط واحد اسمه محمد خليل مشعل الله يرحمه مات مات طيش. كانت الناس تروح تخيط عنده يعني كبورة. وين كان دكانته؟ في البلد من غربة. من أي عائلة هو؟ من القنادلية. قنادلية. طب تتذكر إنه كان عنده ماكينة أو لا؟ عنده ماكينة رجل هيك بقى يقول فيها يسوي فيها. تتذكر شو اسمها الماكينة هاي أو شو الماركة تبعتها؟ سينجل. سينجل. سينجل نعم. طيب حجي النساء كان في خياطات نساء؟ خياطات على ايديها بس. ومع الماكينة ما في؟ مع الماكينة لا. طيب حجي كان في عندكم ورشات عمل يعني كان في عندكم على سبيل المثال نجارين أو حدادين؟ أي نعم كان في عندنا واحد اسمه ربيع النوري نوري الله عز السمعين حداد هذا ايش؟ حداد حداد شو يساوي عمي؟ هذا يسوي الاسكاك اللي بنحرث عليهم الحسيم هذا اللي بيطيح نعم. في الأرض هذا أحيانا مع كثر الحراث يبقى طويل هو هالطولي مع كثر الحراث يصل لحد يتلهان يصير صغير ما يقدرش يشق الأرض كثير فيجي هو يطرق يحطه في النار ويطرقه ومده ويصير الواحد يحرث عليه هذا الحداد. طيب كان يعمل أبواب شبابيك؟ النجار اللي يعمل. مين هو النجار؟ مش الحداد هذا واحد من القنادلية اسمه سليمان يعقوب. سليمان يعقوب. سليمان يعقوب قنديل هذا كان نجار وكان يسوي يعني يصلح الأبواب يسوي الكذا يسوي للفاس هذه عصا يسوي للكذا يعني زي هيك نجار. وين كان دكانته النجار والحداد يعني؟ في البلد. اثنين في البلد؟ النوري كان عنده بيت شعر وحاط فيه تبعته هذا الكور اللي ينفخ فيه هيك على النار مشان يولع النار ويسوي الحديد هذا. طيب حجي مين كان يحذي كل خيل؟ بقى واحد بيطري يجي كل سنة مثلا من يطلبوه ويجي من الفلوجة أو من الرملة أو من كذا هم يتعاملوا فيه معاه يحذي الثيران البقرة اللي بحرثن الله عز السامعين ويحذي الخيل نعم اللي هذول بحفن يعني مع المشي مع الكذا يحذوهم ينيم البقرة ولا الثور ولا الفرس على صفحته ويجيب هذه الحديدة قطعة حديد مفصلة وعلى قدر رجل الوائل هذا ودقوه بمسامير ويسوي وجبه. طيب مجلخ سكاكين عمي كان عندكم؟ لا بقوا يسنوهن على الحجر. الحجر ما كان يجيكوا حدا من برا معه دولاب؟ ما كان الا غير في الاخير اخر شيء قبل ما نطلع يعني تقريبا شفت واحد حامل على ظهره عجل هالقد زي عجل البسكليت او اكبر وإله كشار وهذا حطه وصار يعص برجله هالزية وهو وسن وحطه مين اللي عنده اللحام هذا يجيب السكاكين تبعته ويمضيهن عنده ولا احنا كل واحد على 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 حجر بالسنة. طيب كان عندكم سكافي يا حجي؟ كان. مين هو؟ سكافي مش من البلد كانوا يجي من الخليل اثنين يجوا هذولا كل أربعة أشهر يجوا مرة اثنين إخوة واحد اسمه سليمان وواحد اسمه محمد هذولا خلايلة يجوا معاهم عدتهم ومسامرهم وكل شيء لهم يجوا من الخليل من دار السكافي ويجوا على البلد ويجوا على بعلين ويجوا على ذكرين ويجوا على كلهم عاملين زباين إلهم يعني معروف يظل الواحد حاط الله السامعين الشبشب ولا البابوج اللي يحمل الكندرة ما فيش كنادر ولا فيه مشتيات يعني وطن أيضا له حاطه تيجي شو اسمه هذا الخليلي سليمان أو محمد ويطولوهن هذول اللي محطوطات جوا مخبى خربانات ووديهن إليه هو يصلحهن ويقول لهم يلا مع السلامة. طيب عمي منجد كان عندكم منجد؟
والله كان النسوان ينزل، ما عمري شفت زلمه يعني بنجد، ولا في محل فاتح يعني في البلد نقول هذا والله بدنا نروح للنسوان. كل مره شاطره في الخياط وفي التنجيد، هي اللي تتخيط وهي اللي تسوي. طب حاجة، كان في عندكم حدا يشب الخيل؟ والله انا بتذكر على البيادر مره جابوا واحد يقولوا عنه برمكي من البرامكه. نعم. هذول كانوا زي ما تقول يجوا، إلا كان عنده واحد فرس في البلد يعني بده يشبيها، يعني في اليوم المعهود اللي هي يعني تطلب التشباه يروح يجيبوا هذا البرمكي من مكانه ويحطوهن في حكورة بإيده هيك شو اسمه، ويجيبوا الحصان والفرس ويشبوه. طيب حجي، كسرات حجارة كان عندكم؟ لا. أو محاجر؟ لا. حتى محاجر ما كان؟ لا ما كان. طيب معمل طوب حجي او معمل بلوك؟ والله معمل طوب. طيب حجي، استخدمتوا الاسمنت في البناء؟ ولا، هذا كله هي طين اللي كنا نسويه، طينه ونحط فيها تبن. طينه وتبن. اه. طيب شيد، استخدمتوا الشيد؟ الشيد كانوا يطرشوا في شيد. طيب كان عندكم لتون ولا ما كانش؟ لا. من وين كنتوا تشتروا لتون؟ كنا نجيب من 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 عجور او من السوق، من بيت هذه من الفلوجي، او يجيبوا معه رطل شيد الواحد ويدهن الدار اللي تبعته اللي بده اياه. طب مين كان عمي مشهور في البناء عندكم في القريه؟ واحد اسمه سليمان الحج من القنادليه، كان هو يبني، ومحمود سلامه قنديل هو اللي بني. طيب مصلح بوابير كاس صار عندكم ولا ما صار يا حمد؟ ما صار. لان هذا شيء جديد البوابير. الا غير اجى واحد من برا لما صارت في البلد في البوابير اللي قلت لك عنها انا، وصار يخرب البابور او كذا، صار واحد يجي من برا، صلح بوابير، صلح بوابير، على حامل على كتفه وينادي في الشارع، اللي عندها بابور مثلا تيجي تقول له صلح لي هالبابور. بس. طبعا الفخار اللي هو الجرار، من وين كنت تشتروها وتجيبوها؟ هذه من الفلوجة. من الفلوجة. اي نعم. تتذكر شو غير الجرار كان عندكم فخار؟ عندنا الزبدية هذه اللي ناكل فيها. نعم. اللي زي الصحن هذه. الزبدية هذه من الفخار. فهمت علي؟ القدرة اللي نطبخ فيها هذه من الفخار. نعم. الجرة اللي نشرب فيها من الفخار. البريق أبو بعبوز هذا من الفخار، نشرب منه من الفخار. الطباخة أو الطبشية اللي نحط فيها لبن أو حليب أو كذا، برضو هذه من الفخار يصنعوها. هذه كل الأدوات تبعتنا كلها هيتها فخار في فخار، عمري ما شفت إلا غير يعني نادر ما دادر واحد عنده طنجرة نحاس. بس. طيب كان عندكم بيض طناجر ولا لا؟ كان يجي واحد من الخليل علينا برضو كمان كل سنة أو كل أكثر، اللي عندها مبيض نحاس، مبيض نحاس، اللي عندها لكن نحاس، أو عندها مثلا صحن نحاس، أو عندها يعني أي نوع من النحاس تبيضه، يحط فيه مادة، شفته أنا المادة هي يحطه فيه ويعمل هيك برجليه وهيك وهيك في هذا ويطلع عن وأناجر الأنجر اللي يحط فيه اللحم والرز برضو. نعم. هذا يبيضه. طيب حجي، نساء القرية كانوا طرزوا؟ هاي هن طرزوا. نعم. هن كانوا هن يعني لهم عرق خاص في التطريز ولا للمنطقة ككل يعني القيسية مثلا؟ لا هم يعني زي ما تقول احنا اللبس تبعنا معروف، لبس البلد يعني نسوان البلد يعني معروفات، يعني يسوون عروق هنا من هان على الـ على الـ على الثوب من هان، وعلى الثوب من هان، وعلى ذياله من ورا من هان يسوون كمان، ويسوون قبه من هنا له. نعم. وطرزن تطريز يعني يسوون عصافير عليه او كذا او شيء. طيب حجي، كانوا صنعوا من القش أواني معينة؟ نعم. مثل شو حجي؟ السل، في سل هالقد إله زنين ثنتين، هذا كان يعملوه من النسيج من الغار أو من العذق،
يسجوه. السلة هذه اللي هالقد، السلة هالقد، سلي هالقد، سلي أكبر للتين يلقطوا فيها تين، هذه برضو كمان مصنوعة من هذا الشيء. القش، القش اللي هو من القمح يعني، هذا يصنعوا الطبق، الطبق اللي حطوه على الأكل. نعم. على الصحن يعني يغطوه أو على الإشي ويلونوه هيك، يصبغوا القش، يصبغوه يسووه، يبقى هالمعلق في صدر البيت هيك، هالصينية اللي كويسة مشكلة من جميع الأشكال. ممتاز. طبعا من الحصر من ايش كنتوا تصنعوها انتوا ولا كنتوا تشتروها جاهزه؟ لا احنا كنا نجيبها جاهزه مصنوعه من البوص. من البوص. طب حجي، في حدا اجى عندكم اشتغل في القريه واستقر في القريه وصار كانه من القريه وجزء من القريه؟ قلت لك انا اللي هم اللي زي دار البهنسي هذول اللي اجوا. نعم. استقروا. دار الصعايده ما حكيت لعنهم هذول. ما هو هذول اجوا هاي على البلد، مش انت، انا اعطيتك شو اسمه طيب الحمايل. مين هم اللي استقروا؟ البهانسه، البهانس استقروا في البلد، صاروا والصعايده، والصعايد استقروا وصاروا من البلد. نعم. ودار الحيله، دار الحيله كمان استقروا وصاروا من البلد. فهمت علي؟ نعم. هذول دار الحيله والصعايده والدار ابو الريش، هذول اللي قلت لك اللي اساسهم مصريين. هذول ودار ال هذول اللي قلت لك عنه، هذا شو اسمه حرز الله. هذول برضه اجوا هذول شويه شويه، اثنين ثلاثه وتكونوا في البلد وصاروا في البلد وصاروا من البلد يعني. الحين من البلد حتى النوري الله يعز السامعين اللي هو كان حداد ان اسابيع اسمه ربيع، اطلع جواز يعني وكذا اني انا من تل الصافي، فعلا كان من تل الصافي، يقولوا انا من تل الصافي. هو من تل الصافي يا حبيبي، هو مش اصله من تل الصافي. هو اصله نوري. نعم. انما سكن في البلد وصار يحدد للبلد وما طلعش من البلد، وطلعنا مع بعضنا كلهيتنا، ولما طلع هان وكتب في الوكاله وكذا قال انا من تل الصافي. ايه صار هو لاجئ وانتم لاجئين. طيب حجي، كان في عندكم معالم أثرية وتاريخية في القرية؟ المعالم الأثرية كانت اللي هي قلت لك عنها، اللي هو الماء الخضر هذا الفوق الفوقاني، واللي هي تل الصافي، التل العالي هذا اللي يقولوا عنه، هذا التل زمان قديم. فهمت علي؟ نعم. والأولياء هذول اللي أنا قلت لك عنهم، اللي هو حوطية هيك شو اسمه، أبو خشبي، يقولوا عنه أبو خشبي. هذا أبو خشبي قال هذول ناس صلاح وناس كذا، كانوا الناس يعني يجوا يزوروهم ويقروا لهم الفواتح، وانا ما بعرفنش يعني هذول، بس ايش اثريات يعني هذول. طيب حجي، بدنا نسالك عن وانتم صغار، او خلينا شوي بس بالاثار، ما كان عندكم اعمده، ما كان عندكم مغر، ما كان عندكم مغر، كان في مغر عاديات، مغر يعني مش كبار يعني، كبار يعني، واحد منهم يعني بتوه فيها جوا لما بتطيح فيها. هذه في ارض إن اسمها بغلان، ارض اسمها بغلان من البلد وشرقه، هذه بتطيح فيها ما حدش بيستجري يطيح فيها، لما يطيح فيها يمشي زي هنا والباب بيلاقي من هنا شارع ومن هنا شارع وفي ابواب فيها، واذا طاح في باب ولا راح في منطقه يتوه، غير بقى يربطوا فيه حبل جمل ويقفوا من برا وهو يخش، تنو يبعد شوي وبده يتوه يعاود يسحبوه يعني، يطلعوا عليهم بالحبل. لها اسم هذا المغاره؟ لها اسم هذا المغاره يا حجي؟ لا ما لهاش اسم. طب عليها نقوش معينه او صور او؟ لا، باب عادي هيك، باب شو اسمه، لها روزنه هيك يعني منشان الهواء ينسم يعني، كل ما بتمشي مثل هانو باب الدار بتلاقي فيه روزنه. روزنه هالقد اللي يقبل يطلع لها، ولكن في مردم عليها شو اسمه الحجر، ما مسكرات وعليها عشب وعليها كذا، ما يستجيش الواحد يخش فيها. طب كان يجوا اجانب على هاي المغاره وعلى الاثار؟ لا، كانوا اليهود يجوا احيانا اللي قلت لك عنهم بيتدربوا. نعم. لا غير يتدربوا، اللي يصوروا او كذا. لا لا لا، ما فيش ما في. طب عندكم خرب يا حجي لكم؟ في خرب. خرب يعني عبارة عن كل ما نشوف منطقة يعني بعيدة هيك عن البلد يعني مندحري شوية وفيها شجرات وفيها كذا مرتفعة يعني تلي عالية، نقول عنها هذه خربة.
طيب حجي بدي نسألك عن ألعابكم وانتوا صغار، شو كنتوا تلعبون؟ كنا نلعب الكورة. الكورة يعني كل واحد يجيب عصاه، شايف معه، يكون معه عصاه ومعنا علبة سردين نطبقها ونسويها هالقدي ونصير نلعب فيها، هذا يضرب على هذا وهذا يضرب على هذا فيها، واللي عنده وطاء يعني جربانة من العادي هذولا يحشيها شرايط ويلف على بعضها هيك ويسويها طابة ويخيطها بالإبرة وتصير هذه طابة نلعب فيها. طيب غير هاي اللعبة عم شو كنتوا تلعبوا أيضا؟ ما فيش لعبة يعني، فيش لعبة. ما كنتوش تلعبوا بنانير يا حجي؟ جلول هذول جلول، بقينا نلعب في فادوس المدرسة، نجيب نقول بنانير نبحث جورة في الأرض ونصير نتقامش احنا مع بعض. نعم. طيب حجي نط الحبل كنتوا تلعبوها؟ البنات شو كانوا يلعبوا لك يعني حجي؟ البنات عادي زي على الحبل، هذا الحائل يعمل الحبل هيك وينط. والقال يا حجي؟ والقال كمان. وانت في عندنا قالات نجيب من الخلا، زي اللي تقول قالب حلقوم، قد قالب الحلقوم ومقرنات لهن اربع قرن، ويلعب البنات فيها قال. يلعبن على الارض هيك، واحد ويدفع واحد وتلقف الثاني، هل اللي تقع قال هذه خلاص تروح الثاني تلعب بداله. طيب كان يجيكم صندوق العجب عمي؟ مره اجانا مره واحده. شفته انت؟ شفته. شو شفت فيه؟ تتذكر؟ جابوه معاه زي خشبه هيك، يعني بنك هيك يقعد عليه، نقعد ثلاث اولاد اربع اولاد عليه. في جنوب بعضنا، ويجيب يحط ايده في خريطه هيك، له خريطه هيك طويله، ويحط ايده فيها ويصير يمرر علينا، يقول قوم اتفرج يا سلام على عقيب الزمان، اتفرج على مليحه، يجيبوا واحد مليحه، اتفرج على مش عارف ايش، يجيبوا هالايش اللي يقول عنه هو يجيب لنا اياه، اربع خمس دقائق يقول خلاص خلصت القرش تبعكم. نعم. طيب حجي كنتوا تستخدموا المقلاع المقاليع؟ لايش كنتوا تستخدموا المقلاع؟ المقلعة كنا نحط عشارة مثلا، نروح هناك نحط حجار، يعني أربع حجار أو خمس حجار فوق بعضهن قنطرة، نقول عنهن قنطرة، ونروح نبعد عنهن هناك ونصير نضرب عليهن، يعني إنه مين اللي بصيب القنطرة هذه، مين اللي بيوقعها. ومرار إنه يستعملوه للغنم، مثلا راعي الغنم يعني يبقى مع المقلاع هذا، لما يبعد عنه الغنم ولا إيش يصير يرجع عليهن الغادي مشان يردهن يعني ويحوشها. وكانوا يستعملوا المقلاع يعني زي ما تقول يضربوا على بعضهم مثلا من مسافة يعني بعيدة، وكان يبعد المقلاع. طيب طيارات الورق يا حجي؟ وطيارات الورق استعملناها. برافو عليك. طيب الكبار عمي في السن الختايرة شو كانوا يلعبوا؟ كانوا يلعبوا الدريس والضامة على الأرض. نعم. يعني يروح يجيبوا عجم تمر، عجمات تمر، ويجيبوا مثلا حصوات، هذا حصوات وهذا عجمات تمر، ويقعدوا على شقف الارض قدامها تراب، ويعملوا الترابات هيك شوي، ويسووهن هيك ويعملهن اجور، ويصير يلعبوا فيهن مع بعض. طب وغيرها حد؟ هذه لعبه الزلاق او ادريس. ادريس هذا برضو كمان يعملون من التراب. نعم. ويستعملوا الحصو يعني هذا وهذا. طيب حجي كانوا يلعبوا مثلا الصينية أو الكويت؟ ما في الآخر والله جابوها هذا الصينية. في الآخر جابوها، كانوا يعملوا هيك إلها طبزة من فوق، وحطوا خاتم تحتيها زيها، ويعرف مين يقول لك هذا بتعرف هذه كذا، هذا يعني يعرفوها زي هيك، نبادل يتبادلوا فيها. نعم. مش كل عندنا يعني، نادرة انك تلاقي عندي اثنين واحد. طب حجي كان في حكاوتية في القرية؟ يعني يتخرفوا نعم، زيد سالم، غريت بن هلال، وعنترة، كانوا يعني. مين مثلا كان شاطر؟ يعني واحد محمد الهندي اسمه، كان هذا يعني يوم يروح على الحارة هيك يصير يسليهم يعني، يقولوا يعني له شوية شعر فيهم وكذا. كان يقولوا عن قصة الزير،
ابن سالم زير سالم وقالوا عن قصة حمدة يصووا فيها هذه القصص يعني. طب حجي كان عندكم نادي رياضي في ما في كرة قدم ما لعبتوا؟ لا ما في. طب حجي كان في عندك كان يجيكم النوار؟ كانوا يجون. وين كان يحطوا؟ كان يحطوا في طرف البلد يا إما من شانة يا في طرف البلد من شرقه يا في طرف البلد من غربه. عندهم خرابيش ويقعدوا فيهن ويسووه ويصيروا يعني يجوا على البلد مثلا بدها تغني لواحد بدها تسوي لواحد زي. طيب يعني الرقص أو الغناء كان أساسي بالنسبة لهم يا حاج؟ كان النوريات يرقصن يعني حين ما بصير عرس ولا حاجة يروح يجيبوا النورية الفلانية تيجي ترقص يعني في العرس. تتذكر أسماء حدا منهم النوار أو النوريات يا حاج مشهورين؟ والله واحدة اسمها عزيزة نورية كانت هذه غالب يعني سكنتهم في عجور لكن يجوا جيات على البلد. نعم. وهذه وقع في هواها اللي هو العجوري هذا اللي هو السلاك احمد السلاك وتجوزها. هذه هي كانت يعني رقاصة وكانت مشهورة يعني زي تقول عنها ممثلة. طيب غير الرقص عنه والغناء اشتغلوا شيء ثاني؟ دبكي في السوامر في السامر يعني اللي يعملوا سامر سهرة يعني لعرس لو شيء. نعم. دبكات وغناوي وبس هذا. طب كانوا يمشوا على الحبل النوريات يا عم ابو؟ ما شفت. طب كانوا يجيبوا قرود وسعادين معهم؟ مره اجوا علينا على البلد وجابوا معهم سعادين. وقول نام نومه العجوز يقول للسعدان نام نومه العجوز ينام نام نومه العجوز نومه العجوز هيك يقرفط حاله وينام فيها. يقول نام نومه الصبيه يمد حاله ويصير زي المطرق ينام. فشفته بعيني انا يعني. طيب عمي كانوا يشتغلوا بالحداده او بشيء زي هيك؟ لا ما فيش حداده الا غير ما كانوا يسووا سكاكين مثلا خناجر يسووا شرايين يشتروها هوايش يسووا بس مش صنع عندنا ما نعم. يصنعوا يبيعوا نبيع بس بس بيع يشتروه في كل نعم. واحد بقى عنده موس نصراوي عنده شبريه عنده نعم. كذا. طيب عمي كانوا يفتحوا البخت او يقرأوا البخت النوار؟ كان النوريات يعني يجن على البلد شايف علي وخشن على الدور في حجة ان الشحدي وكذا وتقول لها انا بفتح لك بخت بفتح بخت تقول لها للنسوان اللي تكون جوزها مش هناك ولا حدا ولا شو اسمه تقول لها طيب تعالي افتحي لي انا البخت بختي. طيب دق الوشم يا حجي كان يدق الوشم للنساء؟ ما عندنا في البلد لا ابدا لا. طيب لباس النوار كان محتشم ولا كان والله كان يلبسن هيك زي تبع الصلاة هذي اللي بنسون النسوان هيك زي تبع الصلاة هيك وواسع ويقبى ماشيات وانه يجر على الأرض. طب وانتو نظرتكوا لهم عمي كيف كانت؟ نور يعني ننظر انهم نور هذول نظرة دونية يعني. ايوه. طيب بعد انك يا حاج بدنا ناخذ استراحة ونتابع حديث ان شاء الله.